45، وكان يتوعد قبيلة الصبيح أنه سوف يقضي على هذه في طرد الجيوش الإسبانية في 1790. تفضل تفضل. في هذا المكان، في هذه المغارة أقول، استشهد أزيد من 2000 شهيد، وذلك بفعل الاختناق والحرق العمدي الذي ارتكبه سفاحون آنذاك على رأسهم سنترنو. نستذكرهم لأنه من واجب الجزائريين الآن أن يبقوا على عهد هؤلاء الأبطال، لأنهم تمت إبادتهم، لأنهم وقفوا مع عرضهم ومع أرضهم، لأنهم ساندوا المقاومة الشعبية، الامتداد المقاومة الشعبية للأمير عبد القادر، ثم شريف بو معزة الذي كان يتنقل بين جبال الظهر وجبال المشاريس. الآن هذه الرسالة التي من خلالها أولا نبقى على عهد الشهداء، وأن ننقل الرسالة، رسالة التضحية، رسالة الدفاع عن الأرض والعرض لشبابنا.